التكبر والتواضع. أي إنسان أراد التقدم في الحياة، أول خطوة للتقدم هو التواضع، وأول خطوة للتأخر هو التكبر. التواضع أمام من ولمن ولأي شيء؟ التواضع في قبال الله، أن يكون الإنسان متواضعا لله. التواضع أمام عباد الله، أن يكون الإنسان متواضعا في قبال عباد الله. التواضع في قبال العلم، أن يكون الإنسان متواضعا أمام العلم. التواضع أمام العمل، أن يكون الإنسان متواضعا للعمل. هذا الإنسان يتقدم، وكل إنسان تجدونه في التاريخ متقدما، هذا الإنسان كان متواضعا. مستحيل أن تجدوا في التاريخ إنسانا متكبرا وتقدم، أبدا مرة. راجع التاريخ، المتكبرون كانوا في التاريخ كفرعون وشداد ومعاوية وهارون الرشيد والمأمون وسلطان عبد الحميد ومن أشبه، لكن كلهم تحطموا وحطموا وبقوا لعنة التاريخ، فهم تأخر. بينما المتواضعون دائما يتقدمون. التواضع أمام الله الأول، أمام عباد الله الثاني، أمام العلم الثالث، أمام العمل الرابع. التواضع أمام الله، ما أمر به الله الإنسان يطيع بلا لماذا. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله في كلامه ما أكو لماذا، لماذا كفحكم أكو، لماذا اعتراض ماكو، لماذا وأنت تعترض هذا ماكو، لماذا وأنت تستفهم هذا أكو صحيح استفهام. ولذلك في جملة من الأحاديث اسأل تعلما ولا تسأل تعنتا. تعنتا يعني اعتراض، تفهما يعني استعلام. التواضع أمام الله بإطاعة كل كلام لله، هذا الشرط الأساس لتقدم الإنسان. لذا تجدون الشرط في الفقهاء الذين هم مراجع التقليد، من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه له هذا المنصب. فللعوام أن يقلدوه،
إمام الجماعة نفس الشيء. إذا أردت أن تكون إمام الجماعة لخمسة لازم أنت عادل، عادل يعني متواضع أمام الله لا تعصي الله. الشاهد نفس الشيء، إذا أردت أن تكون شاهدا في قضية ولو خمس دنانير، خمسة دنانير يجب أن تكون عادلا يعني متواضعا أمام الله. العدالة يعني التواضع أمام الله. في القاضي نفس الشيء، إذا أردت أن تكون قاضيا فيجب أن تكون متواضعا أمام الله. الواقع أقدم قصة في تاريخ الإنسان والتي هي باقية وستبقى هذه القصة ما دام الإنسان في هذه الحياة، ولا نعلم تلك الحياة الآخرة ما هي كيفيتها ومقوماتها. أقدم قصة وأحدث قصة، يعني أن التاريخ الإنساني أقدم قصة الله ما هو وما هي، وأحدث قصة ما لليوم ما هو، قصة واحدة مذكورة في القرآن، قصة آدم وقصة الشيطان، كلاهما عصى الله. آدم عصى الله بالحرص لأكل الشجرة، وكان الأكل منهيا لله سبحانه وتعالى، والشيطان عصى الله بالتكبر قال أنا خير منه. كلاهما عصيا الله، لكن الفرق أن آدم تواضع لله وانسحب عن عصيانه. آدم تواضع لله، قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني إني تبت من غلطتي. وكما تعلمون أن غلطة آدم ترك أولى فقط، مو أنها معصية كشرب الخمر أو كالكذب أو كالزنا أو كالغيبة والنميمة. عصى الله ثم تاب، شنو صار؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تواضع أمام الله عن اشتباهه، الله جعله تائبا وغفر له وجعله نبيا مقدسا إلى هذا اليوم وإلى يوم البشر باقون وإلى آخر يوم في الآخرة، إذا كان الآخرة آخر يوم، لأن هذا غيرة الجنة إنسان محترم لا شك فيه لأنه تواضع لله. بينما الشيطان أخطأ وتكبر، وبعد ذلك الله ناقشه في تكبره، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، كلام باطل فارغ. بقي على تكبره، الله شنو قال له؟ قال اخرج منها مذؤوما مدثورا. أنت مذموم وأنت في نفس الوقت مفرود، قال اخرج منها مذؤوما مدثورا. ثم الله سبحانه وتعالى وعده بالنار ووعد أتباعه بالنار. أليست هذه أقدم قصة في تاريخ الإنسان؟ وأليست هذه أحدث قصة في تاريخ الإنسان؟ الآن هذه القصة تنطبق علي وعليك وعلى 4 مليارات من البشر. العاصي إما أن ينقلع ويتوب ويتواضع لله ويتواضع أمام عظمة الله، وإما أن يصدر في غيه ويمشي في بطلانه وهواه. أحدث قصة وأقدم قصة وهي قصة واحدة، التواضع أمام الله وأن لا تعلو على الله. ثم الله قوي والله غير محتاج، تكبرت أمام الله يفرقنا. ثم فرق آذان الكبار الكبار والكبار الكبار أمام الله، والذرة الصغيرة أي النملة على حد سواء. ما لي أيكم قارين علم الكلام؟ في الحقيقة علم الكلام يفتح آفاق ذهن الإنسان تفتحا كبيرا هائلا، ويوجب له معرفة الله معرفة كبيرة، خصوصا إذا كان الكلام مختلطا بالأدلة العقلية والشرعية الآيات والروايات.
في علم الكلام العلماء يقولون إن الله تعالى مساو عنده أن يخلق 1,000,000,000 كون أو أن يخلق نملة صغيرة، مساو عند الله، قدرته على حد سواء. إن الله يعطيك دينار أو 1,000,000,000,000 من الدنانير، قدرته متساوية، كما أن علمه متساوي، كما أن علمه متساوي. الله سبحانه وتعالى يعلم الذرة الصغيرة كما يعلم الكون الكبير، لأن هذه من خاصية المجرد، لأن المجرد لا قرب له زماني أو مكاني، فإذا لا قرب له تكون نسبته إلى كل شيء على حد سواء. علميا هذا ثابت، عقليا هذا ثابت، كتابيا يعني قرآنيا هذا ثابت، أحاديثيا هذا ثابت. يعني أن الله إذا كان بشر قوي، هذا قوي في اصطلاحنا، سلاح في اصطلاحنا، مال في اصطلاحنا، كل شيء في اصطلاحنا، أمام الله أقوى الأقوياء وأضعف الضعفاء بمقدار واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التواضع أمام الله فائدته الرفعة، وأنت ترتفع، وإلا الله سبحانه وتعالى بتكبرك أو بتواضعك لا يربح ولا يخسر، وإنما أنت تواضعت أمام الله، أطعت أوامر الله ترتفع، تكبرت أمام الله، التكبر أمام الله يعني عصيان الله، عصيان الله، هذا معنى أنت تنحط. أكو في الحديث أن لله ملك يأخذ بناصية المتواضعين فيرفعهم، وأكو ملك يأخذ بناصية المتكبرين فيضعهم. هو يرى نفسه رفيعا والناس يرونه صغيرا، هو يرى نفسه متواضعا والناس يرونه مرتفعا. التواضع أمام أحكام الله هذا أشياء. الشيء الثاني التواضع أمام عباد الله، عندما نحن الطلبة بحاجة إلى هذا الشيء أكثر من غيرنا، خطيبا، طالبا، مجتهدا، مرجعا، مؤلفا، إمام جماعة، قاضا، أي إنسان من نحن، التواضع أمام عباد الله هذا للكل، لكن لنا نحن أوجب تواضع أمام الناس. الله يرحم مرحوم والدي كان ينقل، يقول الأخوي الخراساني، وهذا الرجل الذي كان له منصب كبير في العلم، وهذا الرجل إلى اليوم علم في العلم في كل العالم الشيعي بكفايته، الكفاية تدرس في كل الحوزات العلمية الشيعية حتى إذا في أندلسيا الحوزة كفاية يدرس فيها، الله ما جعله الاعتبار. وهو كان رئيسين، رئيس أو رئيس جهتين، رئيس الدنيا ورئيس الدين. والدي كان يقول إن في زمانه كانت النجف الأشرف 13,000 طالب علم دين، وهو حكام في ذلك اليوم، لأن هو في عهد القاجارية الحكام في البلاد كانوا رجال الدين، فهو أيضا رئيس دين ورئيس دنيا، وله قوة هائلة، ويجب أن تقرأوا أحوال هذا الرجل العظيم صاحب الكفاية. في الحقيقة أحوال هؤلاء العلماء الإنسان إذا قرأها يعترف بضلالته أمامهم، وأن أي قول كانوا هؤلاء من الشخصية العلمية أو من الشخصية الدنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الرجل والدي كان ينقل عن والدي من تلاميذه، كان ينقل أنه مجلسه كان عامرا بأكابر رجال السياسة وبالمجتهدين الذين هم حكام البلاد. وفي وصفه قال شاعر: يطوف حول منبره 500 وكلهم بارع في الفضل مجتهد. يعني أنه كان يدرس على 1,500 إنسان يجلسون تحت منبره، و500 منهم مجتهدون وعلماء. يقول أن هذا الرجل وهو شايب، فكلكم تعلمون أنه كبير السن، إذا كان يرد في مجلسه الغاص بالكبار ومثل مجلسنا العادي،
كان إذا يرد في مجلسه ولو طالب علم صغير يقرأ ألفية ابن مالك، يقول له احتراما بكل قامته، ثم يجلس ويتوجه إليه مساكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، ثم يشرح في كلامه مع السياسيين الحاضرين في مجلسه أو مع الطلبة أو مع المجتهدين أو مع أصحاب الحاجات. وهو أول من دك الدكتاتورية في إيران كما تعلمون في قضية مشروطة، وقضية مشروطة أيضا يجب أن تقرأ. التواضع لعباد الله، أنت إذا وردت المجلس أنا ما احترمتك، سوف أردت في مجلس أنت لا تحترمني، الدنيا دكا دكا، هل من الممكن أنك تحترمني وأنا لا أحترمك، أو أنك تهينني وأنا أحترمك؟ ما ممكن هذا الشيء. التواضع أمام عباد الله، قسم من الناس يفكرون بأنهم مفخر أن الإنسان لا يعتني بإنسان أو يستشكل على إنسان أو ينتقد إنسان أو يضحك على إنسان أو يعلق على إنسان، هذه ليست مفاخر. لو كانت هذه مفاخر كانت شيمة الأنبياء. النفخر أن تكون متواضعا حتى أمام أعدائك، أن تكون متواضعا لا آلف، التواضع أمام الناس حتى الأعداء. شوفوا الرسول له تاريخ طويل عريض، لكن اعلموا أن هذا التاريخ قرأت على طول الخط، أن هذه القصة قرأت على طول الخط في التاريخ الإسلامي ملايين المرات. لما ورد رسول الله مكة شوف التواضع، لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده مو أنا، ونصر عبده وأعز جنده مو جندي، وهزم الأحزاب وحده. حقيقة هذه الكلمة تقتل التواضع. ثم نكس رسول الله رأسه وخفض رأسه حتى وصلت جبهته إلى قرموس سرج فرسه أو بعيره. تواضعا أمام البشر وأمام الله، وخطب ألد أعدائه، ماذا تقولون وماذا تظنون؟ أخ كريم وابن أخ كريم، قال إذهبوا أنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم. تواضع أمام الناس. إخوة يوسف وردوا عليه وكان يأكل معهم. ذات يوم إخوة يوسف قالوا ليوسف اجعل لنا مكانا آخر، نحن نأكل هنا بعد التعارف بيننا، لا ما نستحي من هؤلاء الخدم وهؤلاء الوزراء وهؤلاء العبيد، أنه إحنا العصاة لحقك نأكل معك وأنت ملك ونحن سوقا رعية. يوسف قال بالعكس، إني أفتخر أن أأكل معكم لأني كنت مشهورا في هذا البلد إني عبد، فإذا أكلتم معكم تبين للناس إني من أولاد الأنبياء ومن إخوة أولاد الأنبياء. شوف الكلمة الحقيقة. ولذا يوسف الصديق يوسف وفرعون فرعون، أنا ربكم الأعلى، الله أعظم، الرب الأعلى. أما يوسف المتواضع خرج من البئر، لأن حبسه بئر، بئر دلما، وصار مو عزيز مصر وملك مصر، وإنما صار ملك قلوب مليارات من البشر على طول التاريخ بتواضعه للناس. نحن بحاجة إلى التواضع للناس. كلكم سامعين قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه غسل الرجل وأرجل تلاميذه، قال يا روح الله أنت تغسل أرجلنا؟ قال نعم، حتى تغسل أرجل الناس من بعدي. كتاب كنا نقرأه سابقا، ومع الأسف الكثير في هذه الأزمنة لا تقرأ هذه الكتب
ابتداء ما كنا نسير قالها بأن نقرأ كتب كتاب أدب المتعلمين وكتاب بنية المريد للشيخ الشهيد وكتاب طهارة الأعراق لابن مستوي. هذه الكتب كانت تعلمنا عن كيف نسير في الحياة إذا أردنا أن نصير طلبة أو من الطلبة على الأصح. هذه القصة مذكورة هنا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه غسل أرجل تلاميذه. قال لا روح الله أنت؟ قال نعم حتى تفعلوا بالناس هكذا من بعد. ولذا عيسى المسيح الآن له شخصية فرضت نفسها حتى على الاتحاد السوفيتي. الملحدون الذين لا يعترفون بالله يعترفون بالمسيح. كيف؟ تاريخ الاتحاد السوفيتي شنو؟ تاريخ المسيح. تاريخ الصين الشيوعية شنو؟ تاريخ المسيح. ولادة المسيح الله رفع. على الاتحاد السوفيتي ما عنده تاريخ خاص، تاريخ المسيحيين. وكذلك الصين وأوروبا الشرقية وحتى كوبا الشيوعيين هؤلاء الذين لا يعترفون برب المسيح مضطرون أن يتخذوا تاريخ المسيح تاريخا لأن الدنيا تحترم المسيح. التواضع لعباد الله أمام البر والفاجر، أمام الصديق والعدو، أمام القريب والغريب، هذا يحب رفعة الإنسان، تحب رفعة الإنسان، لا تحب رفعة الإنسان. وإنما هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تريد رفعة الإنسان. هذا التواضع الثاني، التواضع أمام الله الأول، التواضع أمام عباد الله الثاني. ونحن رأينا في حياة كثير من المتواضعين، وأنتم رأيتم بطبيعة الحال، لأن بلدا ما لا يخرج عن المتواضعين الذين هم في قمة المال أو في قمة العلم أو في قمة الشهرة، وكذلك هم متواضعون. وقصص في هذا الموضوع كثيرة، لكن نحن نكتفي بقصص الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن أشبه بالنسبة إلى التواضع. وقصة الإمام أمير المؤمنين لما جاء أبو ضيفان أبو وابن، وبعد الطعام الإمام غسل يدا والإرض. قال الله يا أمير المؤمنين كيف تغسل أنت يدي وأمير المؤمنين معالم عادي أو كمرجع رئيس على 50 دولة إسلامية حسب الجغرافيا الخاطرة، مع ذلك يقول فليغسل يد الإنسان عادي؟ هذا هو الذي جعله أمير المؤمنين باقيا إلى اليوم في هذا العالم المزدحم بالسياسات والشخصيات والاقتصاديات والاجتماعيات والحكام وبكل شيء، لكن علي باقي. لماذا باقي علي؟ لهذه الصفات، لاختيار الله لله. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الطهارة، هذه هي الطهارة. طهارة شو معنى؟ طهارة الجسد، طهارة القلب، طهارة الروح، طهارة الفكر، طهارة المخ، طهارة الأخلاق، طهارة الأعراق على قول ابن مستوي. التواضع الثالث أمام العمل. دائما المتواضعون أمام العمل هم المتقدمون. تواضع أمام العمل. في المدرسة وسخة أقول فأكتسب وماذا يضيرني ذلك؟ لاحظوا أي إنسان عامل في العالم وتقدم هو متواضع أمام العمل. متواضعا أمام العمل، تواضع أمام العمل. عمار بن ياسر إلى اليوم مشهور في التاريخ الإسلامي لأنه بنى المسجد مع رسول الله وكان يحمل حجرين حجرين. تواضع أمام العمل. هذا الشيء الناس لا يقدرون المتكبرين، والذي جلس في داره وقال للناس جئني بشيء
الله يرحم السيد محسن الحكيم نقل لي القصة بالذات، نصف القصة والدي نقلها ونصف القصة السيد محسن الحكيم. والدي نقل قال مرزا محمد تقي قائد الثورة المشهور، لأن هو خال والدي. والدي يقول في مرة واحدة ما رأيت أن أمر إنسانا بشيء في عادياته. تني ما يقول على الحقق ما هو يقوم يروح يشرب ما يجي، وهو مرجع أعلى وهو قائد ثورة، يروح يقوم يشرب ما يرجع. أو يقول لإنسان يجيب لي ملابس ما يقوم، هو يقوم يجيب ملابس وهو شايب عمره 70 سنة يعني. هذه القطعة والدي نقلها، القطعة ليس المحسن الحكيم نقلها الله يرحمه، قال أنه في وقت الثورة جاء مثل محمد تقي إلى النجف وهو يثور ضد الإنجليز، وإنجليز ذاك اليوم هم يقول جاء إلى النجف وذهب إلى مسجد السهل للدعاء بنجاح الثورة عند الإمام الحجة، هذا شيء مشهور ومقطوع به. يقول نحن كنا معه وجماعة من زعماء الشيوخ تراث الأوساط وهذول القواد والضباط وأكثر العلماء كانوا معه. يقول لهم يا مسجد السهل صلينا في مقام الإمام الحجة، هناك أكو مقام الإمام الحجة، ودعونا الله سبحانه وتعالى، وثم خرجنا من مسجد السهلة وفرد موجب كبير معه من الناس من الزهاد والعباد والعلماء في ذلك اليوم، ومن القواد والضباط والذين يحملون السلاح معه موجب كبير قائد ثورة. يقول خرج من مسجد السهلة ومشينا خطوات، قال إلى كم؟ لكن إني نسيت، يعني أنه قال توسق، أظن قال توسقنا بين الكوفة والسهلة. التوسق بين الكوفة والسهلة يعني من نار لنفرق إلى هذا الدوار. يقول فالمرة شفت مثل محمد تقي يدور في جيوبه، هش يقول وهو شايب ملحني يدور في هذا الجيب هذا الجيب، جماعة ركبوا شيخنا هذا شيء ما قال شيء، قام يدور. بعد ذلك رجع على مسجد السهلة، رجع يقول رجع الناس رجعوا شيء هذا، وصل إلى مقام الإمام المهدي القلمدون، يعني المحبر ماله يسمى قلمدون ذاك الوقت، هذا كان واقع هناك وكان ناسي، كان من جيب وقت الصلاة واقع، فشاله وخلاه بجمعه. لاحظ القصة الصغيرة وهذا قصة كبيرة في مدلول، ولا الله تعالى ما يحفظ واحد قائد ثورة 20 اعتبارا وما يجعل علم اعتبار. في الحديث الله قال لموسى يا موسى إني قلبت خلقي ظهرا لبطن فلم أجد أكثر تواضعا منك ولذا جعلتك كريما. التواضع للعمل، صدق يقول أن طلاب العلوم الدينية في الآفاق الشيعية كانوا متواضعين، كان الآن عشرات الألوف من المساجد والمدارس والقسميات والمكتبات وكل شيء، أي عالم في أي منطقة إذا شمر عن ذراعي تمكن من بناء مسجد، من بناء حسينية، من بناء مكتبة، من بناء أي شيء يتمكن، لكن يحتاج إلى التواضع، لأن العالم إذا تقدم الناس خلفه، أما العالم إذا تكبر الناس يتفرقون عنه، لأن الناس لا يعتادون العالم المتكبر، يعتادون العالم المتواضع، وكل عالم رأينا متواضع. هذا لعله شايف أكثر من 30 مرجع تقريبا في النجف وفي كربلاء، من زمان أخوص أبو الحسن أنا رأيته إلى أن خرجنا من كربلاء، كنا نرى مراجع في النجف ومراجع في كربلاء كنا نراه، وأحيانا مراجع إيران كانوا يأتون إلى العراق وكنا نراه، كلهم صفتهم التواضع، الصفة البارزة فيهم أنهم متواضع، متواضع في مأكلة في ملبسة في غرفة في مسكنة، عالم متكبر حقيقة أنا ما شفته في كلامه متواضع مع الصغير مع الكبير مع الكبار، متواضع. التواضع أمام العمل، العمل إنما يلتف حول المتواضعين، التواضع أمام الله، التواضع أمام عباد الله، التواضع أمام العمل، التواضع أمام العلم. إلى لاحظ كبار العلماء من أين وصلت إلى ما وصلت؟
قال يعني لو أتكبر أن أتعلم أي شيء. يقولون السلطان الصفوي والشيخ البهاري رئيس وزرائه، لا تمر مر السلطان الصفوي على درويش، ما أدري أيكم شايفين هذا الشيء، كان سبقا في كربلاء يأتون الدراويش ويقفون ويتكلمون وواحد ثاني يجيبهم ويجمعون جماعة حول أنفسهم ثم يأخذون منهم المال 10 فلوس 5 فلوس أكثر أقل. هذا كان وسيلة الرزق، بس هذا الدرويش اللي يتكلم كان له نوع من اللباقة ونوع من المعلومات ونوع من المضحكات. يقولون السلطان الصفوي إذا تمر مرة في إحدى شوارع إصفهان فرأى الناس واقفين يتفرجون على هذا الدرويش المتكلم، ولمح أن الشيخ البهائي واضع عباءته على رأسه وهو واقف يتفرج. هو طريق الملك منا، الشيخ البهائي واقف في الشكل اللي ظهره إلى الملك، يعني ما يشوف وجهه وإنما عرفه كأنه من خلفه، لكن الملك الصفوي شكلته من ذاك الجانب رأي الشيخ البهائي واقف ووضع عباءته على رأسه حتى لا يعرف يتفرج على الدرويش. تعجب الشيخ البهائي المعروف بالعلم والعمل والزهد الهائل، الشيخ البهائي صاحب كرامات التاريخ الإسلامي. غدا في الليل عصرا لما اجتمع الوزير في الملك والوزراء في الملك اجتمعوا، الملك سأل عن الشيخ البهائي، قال أنه سمعت أن بعض الكبار يقفون في حلقات الدراويش، هل سمع أحد منكم هذا الشيء؟ الشيخ البهائي ذكي، قال إني كنت الواقف. قال نعم، وإني تعجبت من وقوفك. قال كنت أتعلم منه لأن عنده علم ليس في كتبنا، فأردت أن أتعلم منه أسلوب جلب الناس وأسلوب الكلام وأسلوب الحركة والسكون، كنت أتعلم منه. وهذا الشيخ البهائي إلى اليوم هو الشيخ البهائي، الشيخ البهائي الآن 12 سنة تقريبا وهو الشيخ البهائي. كلمة مشهورة على العلم كله في العالم كله. حقيقة أنا متصور أن الإنسان يتعلم حتى من الطفل وحتى من النملة، يتعلم الإنسان العلم طائر ونحن ما مشيت في العلم أمامك بحر هائل من العلم. يحتاج إلى التواضع، أن يتواضع الإنسان أمام العلم. في أحوال جالينوس ينقل أو غير جالينوس من حكماء يونان القديمة أنه خرج في جسمه قراج دنبلة، كلما عالجه لم يبرأ وهو أبو الطب والذي ينتهي الطب إليه. ذات مرة كان جالسا في غرفة له مع جماعة من تلاميذه مضل على الشارع، وإذا بإنسان يصيح في الشارع طبيب طبيب، انعرف الأطباء سابقا وإلى الحال في البلاد الفقيرة أن الأطباء يدورون ويصيحون طبيب طبيب. ولذلك كلمة الإمام أمير المؤمنين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه، كلمة الإمام من أهل البلاغة. ففي البلاد الفقيرة إلى الآن الأطباء يدورون، ثم الأطباء الذين يدورون أطباء لائقين للمدن، إنسان تعلم شيئا قليلا من الطب أو من التجربة فجعل نفسه طبيبا ويدور في البلاد ليصلح أحوال الناس وأمراضهم. إلى الآن موجود هذا الشيء في البلاد الهندية في أندونيسيا أو حتى في الاتحاد السوفيتي. كنت أقرأ كتاب قبل مدة اسم الكتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي، مقبول ومترجم، كتاب ضخم تقريبا في 500 صفحة، ينقل يقول ان الاتحاد السوفيتي عاجز عن هؤلاء الاطباء لان بعض اهل العلم الديني هؤلاء جعلوا انفسهم هكذا
حتى يدوروا على الناس ويعلموهم أوامر دينهم. فهذا طبيب في نفس الوقت، وعالم في نفس الوقت، وعقار في نفس الوقت، يعني يأخذ أشياء معه. يقول الاتحاد السوفيتي عجل عن هؤلاء، كتاب جديد طالع، المسلمون في الاتحاد السوفيتي، مطبوع في مرقبة 450 صفحة. جالوس قاعد مع تلاميذه وعنده فراج عن جزاء عن شفائه وبرهه، وإذا إنسان يمر في الشارع طبيب طبيب، أحد التلاميذ قال له: ألا تدعو هذا لعل عنده شفاء؟ لا يا لينوس، قال: وهل هذا يعرف مرضي وعلاج دوائي؟ قال: لعل. صاحب جالينوس، لأنه هو تواضع أيضا، إذا لم يكن متواضعا ما كان يصير جالينوس. أراه الدنبلة في ظهره، الطبيب رآه، هذا علاجه بسيط، عجيب، علاج هذا المرض بسيط، قال: بسيط، علي بالجوع، جوع، قسم من الخنفساء يمشي هالشكل، منظره غير جميل، وهو دائما يرتبط في النجاسة. وأحيانا يسمى بأبو الجوعان، لكن هو اسمه جوعان، حيوان قدر في أنظار الناس. جاء إليه بكم جوعان، أكلها، أحرقها، ذر رمادها على المحل، على المحل المتخيل والمؤلم، والذي لا يدع جالموش ينام الليل، بمجرد أن ذر الدواء سكن الألم. عجيب، مرض لعله أسبوع أو لعله شهر، يس كن في لحظة أعطاه جالينوس شيئا. ثم قال للتلاميذ، قال: إني كنت في نفسي أعترض على حرق الجعل، شنو فائدة هذا الحيوان؟ لأني ما وجدت أي فائدة لهذا الحيوان. عرفت فائدة السمك، وفائدة الطير، وفائدة الهاوى، وفائدة الأسد، لأن كل هذه أدوية طبية. في حياة الحيوان الدمير كتاب جميل جدا، يذكر لكل حيوان خواص طبية. وإني كنت معترضا في نفسي عن فائدة هذا الحيوان، لأنه خلق بلا فائدة. الله أراد أن يرغم أنفي ويقول: أنت الجالينوس، لا تفقد مثل هذا الطبيب، طبيب الدوار البداء. الله أراد أن يرغم أنفي. جالينوس قال: العقاب وأصدقاء، مو أنه هو العالم ولا أني أنا الجاهل، وإنما أراد الله أن يرغم أنفي. مهما مشيت في العلم فالعلم أوسع، وكيف حصل على العلم؟ التواضع، التواضع أمام الأستاذ، التواضع أمام الكتاب، التواضع أمام التلميذ. حتى أقول في أحاديث: وتواضعوا لمن تعلمونه، يعني تواضع لتلميذك، لو تتواضع لمعلمك فشي واضح، وتواضعوا لمن تعلمونه. إذا حصلنا على هذه الأمور، تواضع لله، تواضع لعباد الله، التواضع للعمل، التواضع للعلم، يعني رفعنا أنفسنا، رفعنا أنفسنا في الدنيا، ورفعنا أنفسنا في الآخرة. في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة بصورة الذر، يعني النمل، تدوسهم الناس تحت أقدامهم، جزاء لتكبرهم في حياة الدنيا. إذا تواضعنا لله، لعباد الله، للعمل، للعلم، حصلنا على الحسنيين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. أخرى الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. وإذا تكبرنا ما صنعنا شيئا غير أن أضفنا على قائمة الذين لا يفهمون إنسانا جديدا، نسخة مكررة. وكم في التاريخ من المتكبرين، في التاريخ الغابر، وفي التاريخ المعاصر، وفي التاريخ الآتي. وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.